يسعد مساكم يا رب، واهلا وسهلا فيكم في هذا الفيديو على قناتي على اليوتيوب. في فيديو اليوم راح افرجكم كيف زينت كيكه عيد ميلاد ينال. هيا النول الكيكه، استخدمت لعملها خليط كيك جاهز وزينتها فقط بالكريمه، يعني تزيين بسيط وممكن اي ست بيت تطبقها باشياء بسيطه موجوده عندها. طبعا ممكن تغيري لون الكريمه حسب اذا بدك تعمليها لبنوتي او حتى بدك تعمليها لولد، ممكن تستخدمي لون ثاني. طبعا التزيين جدا سهل، وان شاء الله يا رب فيديو اليوم بينال على اعجابكم ومشاهده ممتعه بتمناها لكم. هذا هو خليط الكيك اللي انا استخدمته لعمل كيكه عيد ميلاد ينال بنكهه الاناناس. طبعا هاي الماركة أول مرة لسه بجربها معكم في هذا الفيديو، أنا معتمدة ماركة تانية. طبعا كل عبوة خليط كيك مثل ما بتعرفوا بيجوا عليها المقادير اللي لازم تضيفيها لخليط الكيك، مدة الخفق، سرعة الخفق، مدة الخبز ودرجة الحرارة. طبعا هذا الخليط يحتاج 3 بيضات، كوب حليب وثلث كوب زيت. بنضيف هاي المقادير على خليط الكيك وبنخفقهم مع بعض بالخفاقة. طبعا يفضل قبل ما تبلشي بتجهيز هذا الخليط انك انت تشغلي الفرن لحتى درجة الحرارة داخل الفرن تكون يعني معقولة نوعا ما للخبز. طبعا بنجهز قالب الكيك، بندهن قالب الكيك بزيت نباتي القاعدة والأطراف، بعدين بحط عليهم ورق، بغلفهم بورق الخبز مثل ما انتم شايفين، وبضيف خليط الكيك. هلأ بالنسبة للخبز، أنا ما خبزت الكيك على رف الشبك بالفرن، حطيت قالب الكيك على صينية وحطيتها بالرف الوسطاني وخبزت خليط الكيك لمدة 40 دقيقة. طبعا بما اني انا الكيكة تبعتي بنكهة الاناناس، فالحشوة راح تكون كريمة وقطع اناناس. ورابط وصفة الكريمة اللي انا معتمديتها لكل الكيك اللي انا بعمله راح اترك لكم اياها بالتعليق الاول على هذا الفيديو، راح يكون تعليق مثبت لانه الفيديو تبعها موجود، فأنا ما رجعت عملتها وفرجتكم كيف سويتها. طبعا الأناناس اللي استخدمته للحشوة هو عبارة عن الأناناس، قطع الأناناس المعلب اللي انتو شايفينها، قطعتها بهذا الشكل لقطع صغيرة زي ما انتو شايفين. هلأ الكيك بعد ما خبزته تركته يبرد تماما وطلعته من القالب، بشيل ورق الخبز عن الأطراف وعن قاعدة الكيك من تحت وبقطعه لطبقات. طبعا أنا قطعت هاي الكيكة لثلاث طبقات، ممكن أنتوا تقطعوها لطبقتين. بالنسبة للكريمة لحتى أبلش أعمل يعني الحشو بين الطبقات، بدي أحط الكريمة بكيس بلاستيكي أو حلواني وأقصه قصة عريضة. طبعا أنا كنت مزينة الطبقة الحشو بين الطبقة الأولى والثانية، هلأ رح أفرجيكم كيف رح أعمل الحشو بين الطبقة الثانية والأخيرة. بحط الكريمة بالشكل هذا اللي أنتوا شايفينه على طرف القطعة الثانية من الطبقة الثانية من الكيك، بحط اللي عندي قطع الأناناس بالوسط وبضيف فوقيهم كريمة، بعدين بالملعقة بدي أساوي هاي الكريمة مع الأطراف فوق الأناناس بحيث يكونوا كلهم على نفس المستوى. بعد ما يعني أعمل هاي الشغلة بدي أضيف قطعة الكيك الأخيرة اللي هي الطبقة الأخيرة، بدي أضيفها فوق هاي الحشوة. طبعا هاي الكيكة ممكن انت تفرغي نفسك ساعتين زمن بأي يوم، مش شرط تكون كيكة عيد ميلاد، وتفاجئي فيها أولادك. هلأ مثل ما انتم شايفين حطينا الطبقة الأخيرة من الكيك. طبعا الزوائد الكريمة اللي بتكون عندي على الأطراف محل ما عملت الحشوات بالملعقة بدي أضبطها، يعني بعملها على شكل مستوي على داير الكيك بحيث انه ما يكون في عندي بروزات من الكريمه، لحتى لما ازينها يعني من الخارج يكون التزيين كله نفس المستوى. هلا بجهز عندي التب وكيس الحلواني او كيس بلاستيكي وبحط الكريمه اللي انا بدي ازين فيها، وببلش عندي على سطح الكريمه ببلش اعمل على داير الطبقه كلها، وبعد ما اخلص الداير ببلش ازين جوا الطبقه هاي من الداخل، وبلش أعمل عندي حلقات لحد ما أنتهي من تزيين السطح بالكامل أو وجه طبقة الكيك مثل ما أنتوا شايفين بالفيديو. طبعا ضروري جدا كل فترة وانت عم تشتغلي تمسح التب بمحرمة، لأنه الكريمة رح تتراكم عندك على الأطراف فبيبطل يطلع عندك الشكل اللي أنت بدك إياه. هلأ بعد ما زينت السطح وجه الكيك بدي أبلش أشتغل بالأطراف، يعني هاي الكيكة تزيينها سهل جدا. هلأ بصفي عندي تفاصيل وجه الدب اللي أنا عملته لهاي الكيكة. طبعا كيف عملته؟ جبت عندي ورقة زبدة باستخدام قاعدة قالب الكيك اللي أنا
خبزت فيه، رسمت دائرة، بعدين دوبت شوكولاتة سائلة حطيتها بكيس بلاستيكي ورسمت على ورق الزبدة شكل العيون والأنف والتوم والأذنين عشان يكون عندي حجمهم متناسق مع حجم الكيكة اللي أنا عملتها. طبعا هاي هون عندي خلصت التزيين بالكريمة وهي اللي سيحتها. هلأ رح أفرجيكم كيف التفاصيل رسمتها، وبترك الشوكولاتة تجمد، بعدين بدي أحطها فوق الكريمة وبحصل على شكل الدبدوب. هذا هو عندي شكل الكيكة بعد ما أنهيت تزيينها وحطينا عليها الشمعة. طبعا إن شاء الله يا رب هذا الفيديو يكون نال على إعجابكم، إن شاء الله أنه التزيين يكون سهل بالنسبة لكم. هو تزيين سهل وبسيط وما بياخد منكم وقت. طبعا أي صبية بتطبق هاي الوصفة أو بتطبق هذا التزيين ياريت إنها تبعت لي صورة على الإنستجرام من تطبيقها لهذا الفيديو. إن شاء الله هذا الفيديو يكون مفيد لكم واستمتعتوا بمشاهدته. شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو جديد.